حياكم الله أعزائي المشاهدين وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج عن قرب. حلقتنا نخصصها هذا الأسبوع لمستشفى الشيخ زايد، لنتطلع عن قرب إلى الخدمات التي يقدم مستشفى الشيخ زايد لمرتاديه من مختلف المرضى. ويسعدني أن أستضيف لكم للحديث عن هذا الموضوع الدكتور حماه الله للشيخ المدير العام لمستشفى الشيخ زايد، لنعمق معه الحديث وليأخذنا في سهولة إلى مختلف أقسام المستشفى لتتطلعوا معنا عن قرب على جميع الخدمات الصحية المقدمة من طرف مستشفى الشيخ زايد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم دكتور، شرفتونا في برنامج عن قرب. دكتور، مستشفى الشيخ زايد مستشفى له زمن الحمد لله وعدل، إلا أن منين يجي حضرك يلاحظ على مستوى الإقبال عليه كبير. أنا عدل شغل اليوم والنهار فيه ما شاء الله، كان مستوى الإقبال كبير. من درى لماذا مستوى الإقبال بهذا الحجم على المستشفى وهون فيه مستشفيات أخرى كبيرة؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الكريم. ردا على سؤالكم قبل الرد على السؤال، نختار نعطي نبذة شوي ونقدم المستشفى. المستشفى هو منشئ سنة 2000، وهو مستشفى عمومي بطبيعة الحال في جل التخصصات العمومية اللي تقدمها مؤسسة من حجمه هو. ومستشفى بدأ مستشفى بطاقة وسعة 80 سرير وبعشرة مصالح، لا لأن اليوم الوقت اللي نتحدث معكم فيه أصبح عنده طاقة 165 سرير وعنده 15 مصلحة متخصصة صحية. وكيف تعرفوا دور المستشفيات العمومية هي تقديم خدمات استشفائية متخصصة وفحوص متخصصة، تكوين الكادر الطبي وشبه الطبي والبحث، المشاركة في البحث العلمي. لأن المستشفى اليوم بطبيعة وهذا حجم المستشفى والتخصصات اللي فيه جعلته في المكانة الثانية بعد المستشفى الوطني على الهرم الصحي، لأنه مرجعية صحية للمؤسسات اللي أصغر منه والمؤسسات. موقع الجغرافي اللي على مستوى دار النعيم في ولاية مراكشوت الشمالية في قلب هذه المقاطعات وهذه الأحياء الحمد لله المقتضى بالسكان، تجعل أنه يغطي تقريبا 600 ألف ساكنة. وموقع كذلك على المدخل الرسمي للبوابة الشرقية للولاية على شارع على 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 طريق الأمل اللي تربط الولايات الوسطية والولايات الجنوبية كلها بالعاصمة. هذا زيادة على الظاهر نحن أن توفير بعض الخدمات الأساسية وخاصة العمل على تحسين جودة هذه الخدمات ومحاولة على وجود ردود وعلى مطالب المواطنين. وهذا من المعايير اللي جعلت علمه اكثر عليها اصبح عليه ضغط. دكتور، لهنا نشوفوا المصالح واحده واحده، اياك تشرحون عمل هذه المصالح والخدمات اللي تقدم فيها، ومن ترى شنو هو مستوى جودتها. شوفوا احنا برك قربهم من يبان المختبر معنا شوفوا المختبر فعلا. طبعا الحال هون المستشفى هون كيف قلت هو مستشفى اصلا اسس في موقع جغرافي، لا على انه اسس على شكل مباني متفرقه كلها في بليده، معناها بافيونير ما هو مبنى واحد. لكن من اللي صعب
المحافظة وعلى تكلفة صيانته ونظافته، ولا لانه شوف المصالح كلهم وحتى كيف مثلا مصلحة المختبر، هذا المختبر اللي ندخلوا فيه ذاك المختبر قلت لانه له أهمية أساسية في الدور اللي يلعب في إجراء في دور المستشفى، لأن المستشفى من دوره على أنه يقدم فحوصات متخصصة من أجل التعرف على ورفع الشك عن 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 الأمراض اللي موجهينها المرضى هون، وعلى هذا الأساس مطلوب على أنه يعود يتوفر على أكثر حجم ممكن والله كم من الفحوصات اللي يطلبوها الأخصائيين. ونحن هون أهم التجهيزات اللي توفر عليها المختبر، هذه التجهيزات أهم التجهيزات، التجهيزات كلها مهمة، لأن المستشفى هون عنده مخبرين، عنده مخبر هذا اللي فيه هو المخبر الكبير المركزي اللي تجرى فيه الفحوصات اليومية لجميع المترددين هون والمرتادي المستشفى والمحجوزين، ومخبر خاص بالحالات الاستعجاليه 24 ساعه، ذاك المخبر يعد الفحوصات الاوليه اللي تطلب من وقت وصول المريض يطلبوها الاطباء، ولذلك ما يمكن تتحرم هي هناك. وهون الفحوصات المتخصصه من فحوصات متعلقه بالكشف البيولوجي كله، وفحوصات متخصصه بالهرمونات واحدث أجهزة ودقها موجودة هون، هي هذه الأجهزة اللي تراعوا فيها اللي يمكن تعمل تعدى الفحوصات تشمل كم مهم إلى تقريبا 300 شخص في اليوم، 300 شخص كل معدل له تقريبا إلى 10 إلى 15 فحص، هذا يشتغل عليه فريق مكون من ترأسه أخصائي بيولوجيا اللي هو رئيس المصلحة. المصادر البشرية عندكم في المختبر كانت كافية؟ المصادر البشرية بطبيعة الحال تملا فيها نقص، لأن كيف تعرفوا الضغط، حجم الضغط وحجم الطلب متخطي طاقة الاستيعابية للمؤسسة، وخاصة في مجال المخبر لا علينا، وذاك هو اللي جعلنا أنا دائما يغرى علينا أن نوقف العمل عند حد معين، 300 مريض يوميا غير 300 مريض ما حرصوا على أن تعود في الدقة فحصها، وأنها إلى أن قبل منها الدم أصبح يعطيها النتائج الساعة الخامسة، ابتداء من الساعة الخامسة تبدأ تنطالها. زيادة على هذا ومن أجل مساعدة المترددين هون مع الوسائل الحديثة، عندنا تعاقد مع مخبر فرنسي ومشوا الفحوصات مرتين الأسبوع، ويجوا نتائج بالإنترنت في 24 ساعة 48 ساعة اللي بعدها، وخاصة هذا كامل بتكاليف اجتماعية، بتكاليف متناول المتناول الجميع، متناول كل محل، حتى على ان هذا بالامس عملنا تخفيضات، نزلنا تكاليف الفحوصات الاساسيه والاوليه، على سبيل المثال فحوصات ينقال لهم كيف انفاس، وفحوصات الكلى يريكريو اللي يسميه، يتراحم بين 50 جديدة ل 60 جديدة للفحص، يعني متناول الجميع. والطواقم اللي تشتغل هون في المخبر مثلا تزاول فيه العمل ما بين 12 و 15 فني يوميا مع رئيس المصلحة اللي هو أخصائي البيولوجيا، والمهم فيها كيف قلت أن كل جل الفحوصات اللي يمكن أنها تطلب واللي كانت تطلب أنها يمشوا المرضى شغل الخارج ياك يعدلوها اصبحت متوفره وتعدلهم. طيب ما دمنا نتكلم عن 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 الفحوصات، من اللي قالوا سكانر والرجو بالمفهوم المحلي، من المستشفى ايش يحوي من هاي التجهيزات اللي هي زين؟ المستشفى كيف قلت على انه من المصالح الأساسية فيه
هي لأنه يعود يشتمل على مخبر وبعد المخبر من أجل تكملة الكشف والبحث، أنه يعود عنده كذلك وحدة تصوير طبقي، وحدة راديو عامة فيها راديو وفيها تلفزة وفيها سكانر. ونحن اليوم بالمجهود الحمد لله اللي والعناية اللي تعطيها السلطات، اليوم عندنا هذه المسرحة اللي دخلنا مسرحة راديو، صحوا فيها سكانرين، كان في سكانر واحد، صحوا فيها اليوم اثنين، في واحد حديث مستحدث معنا بالتعاون مع شريك وطني، وهي يعني هي هذه ان اكسبيرينس او تجربه من اوائل من نوعها، من خلال مثلا المستشفى المصباح عنده سكانرين، واحد منهم هذا السكانر الجديد اللي طلع فيه 16 باريت ومن النوادر هون في بلدنا، ومعاها وحدة راديو، ومعاها وحدة تصوير تلفزة زيادة على السكانر القديم اللي ندور نشوفه في قاعدة هنا. هذا يسمح أولا نزيد الطاقة الاستيعابية للكشف، أن اليوم أصبح المستشفى يمكن تجرى فيه تقريبا 50 إلى 60 فحص سكانر للمرضى، وكان سكانر يطرح مشكلة مواعيد، نحن راجلنا نحل هذه المشكلة. وهذا قلت له أنها تجربة معدلة مع 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 شريك وطني، وهي عبارة عن منظمة غير حكومية اسمها موساكا، ومن خلالها أصبح المستشفى عنده هذه الوحدة اللي وسع بها طاقته زيادة على السكانر القديم اللي كان عندنا، اللي فعلا انه يلعب دور مهم، لا لأنه أصبح ما تلي يكفي، ولذلك عاد معها سكانر جديد ومعها وحدة. نظرة كانوا متاح في أي وقت نحتاج لأي مريض يعدل. السؤال مهم باللي المشكلة اللي زايدة على الكم المطلوب يوميا، أن تطرح دائما مشكلة الحالات المستعجلة والطلب في حالات اللي مستعجلة. نحن هنا عندنا مداومة لأخصائي أشعة زايد على فني في المصلحة 24 ساعة. هذا راجل أولا يحسن ودور لا شك على أنه يشارك في ذا اللي نقاله تحسين تشخيص وسرعته، باللي هذه أجهزة من أحدث الأجهزة وطواقم لا تكون تكوين المعتبر البصري، ويبقى وكذلك لا يشارك فعلا في الرد على طلب المتزايد، حيث أن قدوا وصبحون تم نعدلوا ما بين 60 إلى 50 حالة يوميا بدون أي مشكلة. وتبقى حالات اللي صورتنا عنها هي الرد على طلب المتأخر في الحالات المستعجلة. على كل حال فيه طبيب مداوم مسجل يوميا 24 ساعة أخصائي، وفيه كذلك فني دائما هنا، وهذا راجل إن شاء الله أنه يشارك ذاك الرد على ذوك الحالات اللي تنطلب. هون فيها كم من جهاز سكانر وكم من جهاز تصوير؟ هون فيه جهازين سكانر، فيه دو سكانر، واحد هذا السكانر جديد اللي 16 باريت يمكن لهم احنا واقفين، واحد سكانر ثاني توشيبا في نفس المصلحة اللي نقل حركاتي، فيها راديوين، واحد منهم حديث وواحد قديم، وفي جهاز ايكوغرافي هون في المصلحة، اثنين مخصصين خاصة معكم، احنا عندنا هون في المصالح كلها فيها جهاز ايكوغرافي جيد، حالات شر النساء وشر الباطنية و
واستشارات النساء. شغل عاش مثلا وضع حالات الاستجابة للمرض كان ما يقد ينتقل تمشي شغل هذا الرجل ويعدل له رجل للسرير. دونك هذا رجل موبيل زيادة على الذي رجل سابق اللي رجل وهذه رجل رقمية بلان من أحدث أنواع الرجل وآخر شكل منهم ولا تطلب مواد غسيل ولا مواد هذه مراعاة فيها معايير البيئة ومحافظة على صحة المريض وصحة العمال اللي يشتغل لها من قد كمية الأشعة اللي توخى. والله 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 الحياة المستعجلة المعروفة عنها هي نقطة الوصول الأولى للمريض. من دراسة هي الإجراءات اللي تتخذ طول اليوم عند استقبالكم للمرضى اللي جايين الحالة المستعجلة؟ طيب نحن هون المرضى اللي عندنا يقدوا يجوا هون عن طريقين ثلاثة، واحدة الحالات المستعجلة يجوا الحالات الاستعجالية جايين وذاك هو اللي نشوف بركاتي بالمين يوصلوا، واحدة يجوا عن طريق من المستعجلة جايين الاستشارات الخارجية من أجل الولوج لخدمات استشفائية متخصصة، واحد يجو مرفوعين من طبيب عام ولا من طبيب مستشفى آخر للمستشفى. وحالات مستعجلة اللي يجوها ويعدون الفحوص الأولية وينشافوا، وإذا عاد حالتهم عادية ينطرسوا منهم، وإذا قدر الله عاد حالتهم تطلب أنهم الحجز هذا لأنها استفادت هي الأخرى من التوسعة اللي استفاد منها المستشفى كله. بل المستشفى كيف قلت لكم مشي سنة 2000 وكان المستشفى حجمه ما يسمح له باستيعاب الكم الهائل من المرضى ومن ولذلك حالات المستعجلة كانت من أول المصالح اللي استفادت من التوسعة تبدأ منها. كان أصلا قبل 2016 كان يرفض الآلاف من المرضى، اسمع هذه الغرف اللي هم واليوم أصبح عنده ساعة أنه يرفض 17 مريض إلى 20 مريض فيه مقسم على أجزاء. هذا الغرفة القاعة الأمامية اللي فيها أثمن السرة من أجل الرقابة الأولية وقت استقبال المريض في حالة مستعجلة، وذيك القاعة يراقب فيها المريض حجز اليوم من قبل النهار لين تعود حالته فحسن ما باس ينطرس من فمه يمشي بعد الفحوصات الأولية لين تعود حالته لا قدر الله أصعب شوي ولا يدخل إلى هذه الغرف الحجز الداخلية في الحالات المستعجلة، ويتم مثلا متابعة الفحوصات والكشف عليهم إلينا 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 ملي 24 ساعة أخرى ولا 48 ساعة لا حالته لا محجوز تمت حالته لا ما تحسنت يحول للمصالح الداخلية حسب التخصص اللي يعني كان مرض باطني يا كانوا مرض آخر. وهنا نختار نقول أن هذه الحالات المستعجلة خارج عن طاقتها الاستيعابية اللي يمكن نقول أنها تحتوي على غرفة عمليات 24 ساعة ما 24 ساعة العمليات كلها المستعجلة كالمصران الزائد وما شبه ذلك، وفيها فريق مداوم 24 ساعة ما 24 ساعة من أجل إجراء عمليات مستعجلة، فيها مخبر خاص بالقسم هون من أجل أنهم مريض ما ينتظر، فيها تحتوي على صيدلية داخلية توفر الأدوية اللازمة واللي تنطلبها. ندرس المشاكل المطروحة هون على مستوى أنه الحالات المستعجلة. من أكبر المشاكل المطروحة هي على الضغط والطلب يزداد يوميا والطاقة الاستيعابية محدودة، والمواطنين وهذا قد يعود
صعود طبيعي يغير ما ميال صعود مستمر عنهم ما يعودونهم حدين حالتهم الاستعجالية قبل تشخيص الطبيب وتعود الحالة عند الطبيب مطمئن لأنها ما تطلب ما هي حالة استعجالية لو كان هم مستقبلوا لا الحالات استعجالية نقدوا ثم رد عليها ونقدوا الصدر عليها لعلن للأسف جل الحالات اللي تصلهم تعود جاية مباشرة من البيت وياك ما هو الصالح به اللي هي ميالة تعود مرة فاتت بمنشأة صحية من فئة أولية قاعدية سابق ذيك اللي تمشيها وعود هون خاص بالناس الجاية سيارات الإسعاف الناس اللي جاية محدون وشخصة معروف أنها مستعجلة وهي للأسف اللي هون يضيع عليها الوقت ويحرم عن الأطباء ويمشوا الطاقات الشخصية والمادية وكاملة تمشي في واحدين ما مستعجلين لأنهم ينفتوا ينجون وفي الحال نحن عندنا صعوبة بأن نفهمهم أنهم ما مستعجلين وذلك يؤدي سوء دائما علاقة بين الطواقم اللي تخدم في الحالات المستعجلة والمواطن البسيط العادي. قلنا عن هاي الحالات المستعجلة والحديث اللي كنا شاهدين أخباره على أنه يستدعي العمليات الجراحية وكنت أسوي لكم عن طاقة المستشفى الاستيعابية في مجال العمليات في جميع تخصصات. هون المستشفى عمومي يقال عنده هواية ولا توجه جراحي أكثر شيء من هذين مركزين عليه هو جراحة عامة الجراحة العامة اللي ما هي متخصصة وكان بدأ أصلا سنوات العشرة الأولين كان فيه 4 غرف عمليات زائد غرفة واحدة حالات استعجالية واليوم فيه 10 غرف عمليات حيث أنه فيه غرف عمليات خاصة بأمراض النساء 3 غرف عمليات في مستحدث في توسعة 2016 من أحدث غرف العمليات في غرف عمليات خاصة بجراحة المسالك البولية والكلى وغرف عمليات عامة زائد على غرفة عمليات استعجالية مع الجميع 10 غرف عمليات تعدل فيها يوميا معدل ما بين 25 ل 30 مريض يوميا في هذه الأقسام كلها واللي يشرح لما بزم حالة تعدل 30 عملية يوميا في الأيام العمل الأربعة هي أيام الدوام هي على أنهم اللي جل العمليات اللي تعدلهم هي عمليات منظار اللي ما تطلب شق ما هي جراحية ما تطلب شق ولذلك المريض في 24 ساعة أكثر شيء 48 ساعة يمكن يؤخذ ويعود السرير أصبح جاهز لاستقبال مريض آخر وهاي العمليات كان هون عمليات تعدل بالليزر عملية كان هون هي 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 عمليات قلت لك عمليات الليزر هاي تعدلهم كاملين هنا تنعدلوها عمليات وخاصة عمليات المرارة تعدل كاملة بالمنظار عمليات يعدلوا حتى مصران الزايد بالمنظار ونعدلوا عمليات جراحية النساء بالمنظار عمليات مسالك البولية بالليزر بالمنظار وياك فيها من الزفانتاج فيها لأنه كيف قلت لك أولا في صحة المريض أنه أقل خطورة عليه سلك من الشيك ضرر في النزيف مثلا أنه ما يودي نزيف ولا يودي شق كبير ولا شرح كبير وثانيا ملي الوقت يربح المريض الوقت ونرفع احنا ملي الوقت من اجل فعلا انه يكلف اكثر مستشفى هاي اجهزة واستخدام المواد اللي تعمل بها غالية وغالية الثمن والعمليات تجرى هون باسعار جزافية اسعار عمومية ما ترد ذاك اللي تاخذ ينزل فيها دكتور حد سدد في المستشفى يلاحظ على انه فم قدر من التحسينات طرا على بناء المستشفى
قال عن عدلة التوسعة، من درى شنو حجم لك التوسعة اللي عدلت في المستشفى؟ شكرا. في إطار الحديث عن التوسعة، في توسعتين، توسعة سنة 2016 إلى 2018 وفات، توسعة جديدة فيها المبنى اللي خلف نهر واللي عبارة عن توسعة خاصة بالأمومة والطفولة، خاصة حالات الاستعجال لأمراض النساء والولادة، وفيها غرفتين عمليات زيادة على 10 غرف ليعطوا إن شاء الله طاقة استيعابية أكبر. فيه اللي هاي المبنى فيه 25 سرير اللي تعود، وفيه قاعة عمليات من 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 السرة، وفيه غرفتين قاعة ولادة وغرفتين عمليات حديثات. هذا من تمويل من هلال الأحمر الإماراتي، وهذا المركز اللي يسمى مركز الشيخ فاطمة بنت مبارك، هو من هدية سخية من 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 السيدة. الحديث عن العلاجات كاملة مختلف أنواعها، من يخرج العبد من يخرج الحديث عن العلاج وعن الدواء، من درى الدواء المستشفى هم شو موفر منه، ومن درى يكان يتوفر على الكميات المطلوبة؟ طيب، المستشفى ما يقدر حد يتكلم عن دوره، وعن خاصة دور الاستشفاء بدون ما يتكلم عن الأدوية وتوفيرهم والمستهلكات، وخاصة الطاقة الاستيعابية اللي تسمح للمستشفى على أنه يقد يتم يرد يوفر الأدوية للمرضى المحجوزين. في إطار التوسعة الجديدة وتطوير وتحديث مؤسسة المشاة، الآن أنشئت هذا المصلحة الأساسية والمهمة، ولها دور مهم، هي مصلحة الصيدلة اللي كيف تشوفوا تحتوي على هذا الخزان الكبير اللي ماشي مع النظم، اللي مطلوبة من أجل المحافظة على الأدوية وعلى المستهلكات اللي تعملهم، واللي تعطي طاقة الاستيعابية، تعطي استقلالية للمؤسسة، لأنها قد تفوت تقريبا أكثر من شهر ولا شهرين هي عندها متطلباتها كاملة من المستهلكات، خاصة باحترام النظم المتطلبة، معايير متطلبة من أجل المحافظة على الأدوية. في الأزمنة اللي حسب لا قدر الله كوارث ولا أمراض، مثلا عدد ازداد بطريقة ما هي طبيعية، ولا عمليات طلب، ذاك يودي على أن يخلق خلل في التوازن. اصلا البرمجه اللي عندنا اللي البرمجه تعدل حسب الاستهلاك في نفس الفتره مده سنوات قبل، وسمعت يعود في تاريخ، ذاك هو اللي على اساسه يعود، وخاصه عدد المترددين ولا الطلب على المؤسسه، لين يخلق عدم توازن خارجي. كيف مؤسسات اخرى ولا طباب اخرى فصلت ولا انقطع عنها، مرضاها يصبحوا جهون، يصبح ذاك يظهر مباشره المخزون، ولا اخلق اللي خلل في التمويل على المستوى الوطني لسبب ما، ذاك اللي يظهر علينا دائما. فم دائما شنو قال ندير ظرف في مارش تندار لوك. فما سؤال اخر مهم، التكفل بالمريض، دوريات عن المريض يتم التكفل به عند كيتون يجي الينا يمرق، من درى اذا كان كنتم هون تقبلوه ان سرج في الادويه وفي كامل، والله لا في جزء منها، الناس يدعوا لي ياسر منها ما واضحه له الروايه، من درى كان لك تكفل سنه طبيعي. شكرا. هذا سؤال يجيبني على نوضح المشاهد الكريم
والناس اللي تجي للمؤسسات عموما، وخاصة احنا عانوا دائما يخلق في، خاصة مع قرار الأخير بين صيدليات يتابعوا النظم اللي نصوص القانونية، وعلى ان المستشفيات تتكلف بالمرضى المحجوزين، نحن نتكلف بالمرضى اللي مترددين على المؤسسة المحجوزين هم فترة إقامتهم، معناها ما يقدر يعود مريض محجوزهم وأهله ولا المستشفى ولا دو مركب، لا يعود محجوزهم جميع الأدوية اللي يطلبها، وحتى عمليته لعدة تجارب عملية وما بعد العملية، وما حدا المحجوز المستشفى يتم يوفر له الأدوية يوفرها له ذي، إذا عاد معناها أنه موجودة هون وموفرة له موجودة متناول، إذا يعود عاد لا يخرج بأدوية من تنطال أدوية ثانية الفترة ذوك الأقراص وننقل إلى فورا يعود لها أصبح يقبل شيء صرته حب ذاك هو اللي نعطاه الوصفة وينقال له عن بوك على حسابه هو، على حسابه هو يجيبه المرقب، يجيبه المرقب هاي اللي هون على حسابه هو من قد التكلفة، حتى ذي اللي هون حزهون مريض اللي يحجزهون والله يجي المستشفى من قد ما اللي تكلمتوا عنه اللي عاد عينكم على من قد كانوا يدفع والله من كان التكفل به المستشفى يتكفل خارج عن الامراض المرضى المعروفين اللي متكفل بهم القطاع، كيف مرضى تصفية الكلى اللي متكفل بهم، وكيف المرضى اللي من حالات مرض مزمنة متكفل بهم، خارج عن ذلك نحن نتكفل بالحالات الاستعجالية ما حدنا استعجالية، فهمت؟ لين بعد ذلك يحقق فيها ويدقق فيها، إذا كان تقعد قاع عند ضمان اجتماعي ولا عند وسائل تقد تشارك بهم باللي اصلا التكلفه اللي يقبل بها تقعد عنده المقدره عليه خلاص مقدره عليه خلاص، وهون خلاص نختار نقول انه ذات الدوله قامت فيها معايير به اللي مشاركه وهي اللي دعم المستشفى وهي اللي عطت الوسائل اللي يمشي بهم من اجلهاش من اجل انه قدم خدمات في متناول الجميع. هذه غرفة تبريد خاصة بالمواد والأدوية اللي نيالته تعود اللي في وسط ما يتخطى من بين درجتين إلى 8 درجات، والمهمة اللي هي اللي يعود عليها معيار جودة الأدوية وجودة الفحوصات والمدخلات اللي وعمل فيها وأساسية، وهي مستحدثة ما كانت عندنا ما كانت، وعندي عنا المستشفى الوحيد عقب مركزية الأدوية اللي عنده غرفة كيف بهي الغرفة هون، يبدو على أنها غرفة خاصة ومعزولة شيئا ما لأنها معدل هباب أبارماه موكيف البيبان الأخرين، لماذا؟ هذه غرفة طبيعة، شكرا على هذه الملاحظة، فعلا هذه غرفة لمستوى المستودع هون، هي غرفة خاصة بعض المواد اللي لازم عليها رقابة متينة وحراسة جيدة به، اللي فيها مواد التخدير، مواد المؤثرات العقلية، مواد اللي مثلا خاصة بأنواع التخدير كاملة، ولذلك ما عاد تعود في متناول الجميع ولا عاد تعود مسيرة من جميع الطاقم، مسؤوليتها هون محدودة على شخص واحد الى اثنين، وعندها مثلا عندها ظروف خاصه للرقابه عليها. قسم الاطفال في المستشفى هون شنو هي طاقته الاستيعابيه وشنو هي اهم العلاجات اللي قدم على مستوى القسم؟ قسم الاطفال في المستشفى هون عنده طاقه استيعابيه اليوم عاد قريب من 25 سرير، لأنه استفاد من التوسعة الأخيرة واللي ودعته أنه عاد عنده حالات استعجالية خاصة به فيها طبيب مداوم دائما، وعاد عنده قسم وحدة خاصة بالخدش حديثي الولادة اللي عندهم نقص في الوزن ولا نقص في السن،
وخاصة أعلن هون هذا القسم يخدم مع قسم خاص بولادة النساء ماترنتي من أكبر قسم ولادة في نواكشو فيها 15 معدل 15 ولادة يوميا وكلهم محولين ولذلك عاد القسم هون عليه ضغط كبير خارج عن الحالات اللي تمشي هو هون القسم فيه 4 أطباء أخصائيين أمراض أطفال ودائمين وفيه 2 غير دائمين زيادة على ذوف والله 3 غير دائمين وفيه 4 أطباء عامون هم اللي يداوموا خارج عن مداومة الغير حضورية للأخصائي وزيادة على الطواقم الممرضين اللي موجودين في القسم متواجدين فيه القسم هون من أجل تحسين خدمته يحتوي على صيدلية خاصة به هون في القسم بالأدوية الخاصة بالأطفال اللي تطلب ويوفروها للأطفال المحجوزين هون. على ضوء الحديث عن الطاقم البشري للقسم هون منظرة الطاقم البشري للمستشفى قلتوا قبيل عنه تقريبا يما 500 منظرة كانها كافية المستشفى بما ان الضغط عاد متين عليه من حيث نسبة الإقبال وتنوع المرضى. فعلا قلت لأن المستشفى هون فيه قريب من 500 طاقم اللي فيه كادر بشري 500 رقاش وأعلنها من طواقم طبية منها وشبه طبية تزيد على 300 وشي والآخر مساعدين إداريين وفنيين وتقنيين لكن بطبيعة الحجم العمل والضغط المتزايد ووتيرة العمل اللي من 24 ساعة فيه نقص في المصادر البشرية وخاصة المتخصصة منها متخصصة هيك ما هي إلا من أطباء متخصصة من ممرضين متخصصة من فنيين متخصصة من حتى من الفنيين اللي شغلوا المعدات والأجهزة وفيه نقص فعلا فيه نقص راجل إن شاء الله على إنه يتم يتحسن ويطور ولذلك المستشفى بحكم بطبيعة الإدارية لأنه مستقل عنده دي كونترا مع يلجأ لطلب التعاقد مع أخصائيين والتخصصات اللي قالته النادرة وفي أوقات إما خارج عن أوقات العمل وفي أوقاتها اللي راحتها نتعملهم وفي نقص لأنه مثلا هون على مستوى القسم دائما اللي ما هو اليوم تشوفوا خارج عن الحجز على السرة تشوفوا حجز في الممرات وتشوفوا على أن طبيبين واحد منهم في الاستقبال وواحد إذا أنهم عليهم ضغط كبير وعلى أنهم دائما عندهم حالات استعجالية وخاصة في المساء وفي أوقات متأخرة من الليل. المستشفى مصالحه ياسر وقطاعاته متعددة من درى بالمجمل شنو أهم الخدمات اللي يلازم مواطن مريض هون للمستشفى لا يستفاد منها سواء ذاك اللي جاي رافد معه فوق ومستعد على راسه والله ذاك اللي معدم ما عنده المستشفى في خدمات على أصناف في خدمات عمومية من سياسة الدولة أنها مجانية ويتكفل بها المستشفى كيف على سبيل المثال مرضى تصفيه الكلى او مرضى يتكفل بهم المستشفى من 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 اجراء التصفيه ومن تقديم لهم وجبه غذائيه اثناء التصفيه ومن التكفل بفحوصاتهم وبادويتهم اللي تتطلبها موجوده وتصفيتهم تعدل مره ولا ثلاث مرات حسب الحاجة اللي طلبها أخصائي وهون نختار نقول عين في طبيب أخصائي أمراض كلى ومعها طبيب عام يساعده
وعلى انهم يتابعوا المرضى اللي من الفئه عن قرب وحرصوا على متابعتهم وتوفير لهم المستلزمات من اجل انهم تعدل تصير ظروف حسنه. كان هو تكوين مستمر يعدل الطاقم في المستشفى. ما خص التكوين هون فيه تكوين مستمر، اولا تكوين للطواقم اللي تشتغل هون انها بطبيعه نظامها بطبيعه العمل في القسم الاقسام انه في دائما دورات تكوينيه. راحة المريض تحتاج لياسر من شيء من درا تحتاج للصرامه وتوه لكن عضو واضحين ويحتاج المستشفى لياسر من نظام في ذاك الجانب من درا سنه الصعوبات اللي جابرين انتم في ذاك الجانب. شكرا على السؤال. باللي من مشاكل اكبر المشاكل اللي عانوا منها وهي مشكلة راحة المريض، مشكلة النظام وسلوكيات اوقات الزيارة والناس اللي جاية مع المرضى، حنا ناقلين نسولهم وهم يقول لك اكبر مشكلة عندهم عن ما يخلاو يقعدوا حتى مريضهم ولا ما يخلاو يتيو عند راسه ولا ما يخلاو يزور الوقت. ونحن من اكبر المشاكل اللي تطرحها لنا اللي نتلاقاها هي صعوبة التعامل مع تعامل الطواقم مع مرافقين المرضى اللي ما هم فاهمين أهمية راحة المريض وأهمية لأنه يخلاها مع الطواقم الطبية ياك تقد تفهم نوعية مرضه، وعلى انه ملي الزيارات والزيارات عندها وقت محدود وانها لا فائدة فيها، وعلى انها الاقسام بعض من الاقسام عندنا افرضنا على انه المريض ما يدخل عليه حد والطواقم متكلفة بحاجياته كاملة. درجة انكم تتخموا في تطوروا المستشفى ولا تحدثوا من ناحية البناية من ناحية التجهيزات من ناحية دقيقة. شكرا. فعلا المستشفى عنده سياسات دائما في التسيير الاستحداث والتطوير، وعلى ذلك الأساس نحن عندنا برنامج طموح وهو بتوسعة المستشفى على الأفقية ما هو على عرض على طول الفوق يعود من طوابق يا كاش به اللي هو المواطنين لا يتم لا تزيد الحاجة له وباش تحصلت الخدمة باش زاد عليها طلب، ولذلك في برنامج لتطوير خدماته وتوسيعته سنويا اللي إن شاء الله يعود في كيف المستشفيات الحديثة. إذا شكرا جزيلا دكتور، تعبناكم معنا اليوم وقبلنا ياسر من وقتكم ومن وقت عملكم اللي كان يلا تعدلوا. شكرا جزيلا على رحابة الصدى. من أعزائي المشاهدين الشكر موصول لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة أخرى، هذه تحياتي وتحيات صلاح ولياهي. السلام عليكم.